الخير، مساء المحبة والعافية، يسعد مساكم يا ربي بالخير والبركة والصحة والسلامة. رجعنا وياكم ببث جديد وبضاعة جديدة وعروض جديدة. طبعا مسوي لكم عروض مو طبيعية. اريد البث صعدونا قبل كل شيء، صعدون البث لأقصى حد ممكن، لان البضاعة اللي حضرتها لكم اول شيء بضاعة حلوة، وثاني شيء اجور جدا قليله. اليوم حضرت لكم بضاعه فقط اجور 2000 دينار، فقط 2000 دينار. ما راح اعرض لكم يعني اكثر من 2000 ماك، وما راح اعرض لكم فقط البضاعه اللي راح تشوفوها هنا داخل هذا البث هي اجرتها على الغرام 2000 دينار. احب اذكر بعنواننا، عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. اجور اللي راني راح اعرضهم 2000 دينار. عندنا خدمة توصيل لكل محافظات العراق من الشمال للجنوب وكل مناطق بغداد. رحمة أحمد، هاليوم من وقت بثكم؟ أي والله اليوم من وقت، لأن على مود تلحقون أنتوا على العروض اللي إحنا مسويها اليوم لكم، لأن طبعاً العرض اللي مسويه إحنا هذا اليوم، فما لحقت يعني تعرفون العرض. ممكن كرسي جابر ضخم. تمام اوكي. اليوم لحظة طبعا اليوم اللي دا يسألني عرضي فلان شغلة وعرضي فلان شغلة، الشغلات يمكن يجوز اللي راح تقولون عليها عرضيها وأنا ما أعرضها، فهي يجوز مو من ضمن البضاعة اللي أجورها 2000، لأن أنا قلت لكم البضاعة راح أعرضها اليوم هي فقط أجور 2000 دينار. أنا أنتوا تحضرون سكريناتكم اليوم، وأي شيء تشوفوه يعجبكم تأخذوا له سكرين، لأن كل أجور 2000 يعني فرصة ما تتعوض. اول شيء نشوف هاي البتوت، شوفوا لي هاي البتوت، شوفوا لي اياها. هاي البتوت وزنها 70 غرام و330 سنت، سعرها 5,770,000، واجورها فقط 2000 دينار. دول البتوت 2000 دينار. اي مو هيش ما اقدر. اي تمام، شوفوا لي، شوفوا دول البتوت اجورهم فقط 2000 دينار، سعرهم 5,770,000، 5,770,000. اما هذا الخناقي، هذا الخناقي شوفوا لي، هذا وزنه 46 غرام و790 سنت، سعره 3,835,000، مثل ما قلت لكم هماتين اجوره 2000 دينار. وشكو شغله راح تشوفوها هنا راح اعرضها لكم، هي اجورها 2000 دينار لا اكثر. بيش الذهب استوش جيتي، فاكيد ما لحقتي على العرض اللي انا قلته. طبعا مسوين عرض انه القطع اللي راح اعرضها اليوم هي اجورها فقط 2000 دينار. المثقال اليوم 400 نبيع و385 نشتري. سووا لنا شير، صعدوا لنا البث على مود نبدي بالبضاعة اللي محضرتها لكم انا اليوم. طبعا البضاعة كلش حلوة وراح تعجبكم، فاللي اريده منكم صعدوا لنا البث وتحضرون سكريناتكم. دكتورة مها الشمري، هاي الميدالية اللي لابستها 2000 دينار، قصدك العقد؟ العقد كل شيء، كل شيء أنا لابسته وكل شيء راح أعرضه لكم اليوم هو 2000 دينار، ما راح أتعدى 2000 دينار أبد. أي إجورة. أي الإجور. الإجور 2000 دينار. ما راح يعلى ولا ينصل. هسه صعدونا البث شوية ونشوف الشغلات اللي أنا محضرتها لكم. طبعاً أول شيء محضرته لكم إنه هذا جديد، شوفوا لي هذا السوار، هذا جديد اليوم واصلنا وسويناه لكم اجوره 2000 دينار. شوفوا لي، شوفوا جماله ولمعته، فشي كلش حلو. طبعا هو باللبس فشي مو طبيعي، خلي اشوفه لكم، كلش حلو ومو خساره للي ياخذه.
شوفوا لي اياه. بالمناسبه سيكولا، نعم، اللي يريد قطعه ياخذ سكرين ويجي يقول يا ابي اعطوني هاي القطعه بتجور 2000 دينار من هذا البلد. اي تمام. انا قلت يعني لهم يجي انه مو يجي مباشره وعقبه يختار يقول يا ابي والله اعطوني فلان قطعه اللي هي اجرت علينا ب 6000 اعطوني اياها ب 2000. اي فاللي يريد ياخذ سكرين من هذا البلد القطع اللي نعرضها بتجور 2000. اكيدين على هاي النقطه تمام، هم سمعوك مو اكيد يسمعون. مثل ما سمعتوا انه اي احد انه تعجبه هنا قطعه ياخذ لها سكرين ويراسلنا على الخاص يقول لنا انه اني عجبتني فلان قطعه واريدها، لان انا مثل ما قلت لكم احنا كل يعني اللايفات مالتنا احنا نقول مثلا اجور 4 اجور 6، فهذا البث بالذات اجوره 2000 لان هذا البث فقط عرض، يعني شلون اقول لكم، فقط عرض على الاسعار هاي اجور 2000. فاللي يريد القطعة ياخذ لها سكرين ويدزنها على الخاص اني اريد فلان قطعة لان هاي اجورها 2000 دينار. محمد تكليف ماكو مسابقات تسوونا بلكي تنفوز. طبعا هو اني العرض اللي مسويته لكم اليوم هو اصلا مسابقة، لان مستحيل تلقون هاي القطع باجور 2000 دينار. هسه خلي اشوفكم هذا السوار، شوفوا لي هذا السوار وزنه 52 غرام، بس بلا زحمة الحاسبة، 52 غرام و570، وهذا إجورة 2000 دينار على الغرام الواحد، وسعره 4,310,000. 4,310,000 وين؟ كان مغوش؟ 4,310,000. لينا ايش سعر هذا العقد حبيبتي؟ هذا العقد وزنه 46 غرام و790، سعره 3,835,000. شو لابسه؟ شكرا. اي استريته والله اني بردانه صراحه هنا بالمحل، احنا بس البنات بردانين هنا كلها محتره. العقد سعره 3,000,000، هذا العقد 3,835,000. اما هاي البتوت سعرها 5,770,000، 5,770,000. اما هذا السوار فسعره ايش قلت لي ثاني؟ 4,310,000. خلي نبدي نشوف البضاعه اللي عندنا. شوفوا لي هذا البتوت، هاي بتوت ليزري ايطالي، وزنهم 53 غرام، 53 غرام و640 سنت، سعرهم 4,400,000، 4,400,000. وراح ارجع واكرر انه الاجور 2000 دينار. خلي اشوفكم طبعا محضره لكم اني هواي سئلونا اليوم، يعني تكون على الخاص ويسالون مثلا عندكم كرسي جابر، فاليوم حضرت لكم اني كرسي جابر هم اجور 2000. اي احسن تمام، بس لحظه يعرضونا اياه على مليكان على مود ينشاف. ابو ساره الرزق للجميع يا ربي اشكرك. سالت ايش 3 مرات وما جاوبتي، مسبحه ذهب خالص ساعدكم. طبعا مسبحه يعني اللي كلها ذهب تقدر تطلبها او تجي هنا المحل تشرفنا ونوفر لك اياها. هذا اجوره 2000 دينار، شوفوا لي كلش حلو وفد شي تحفه، شوفوا جماله. طبعا يعني هو وزنه 268 غرام و790 سنت، شوفوا شو حلو. هذا اجوره فقط 2000 دينار وسعره 22,040,000.
سعر هذا الكرسي جابر 22 مليون و40 ألف وأجوره فقط 2000 دينار. خلي ألبسه لكم وتشوفونه. مصطفى شريف وعليكم السلام ورحمة الله. خلي ألبسه وأشوفه. شوفوا لي، شوفوا جماله كلش حلو، شيء دخن. طبعا تقدرون هذا الزنجيل مالته اللي يصير من ورا هذا شو اسمه فري سايز، يعني تقدرون تكبرونه وتصغرونه انتم براحتكم وبال يعني بالطول اللي تردوه. شوفوا لي اياه هسه اقدر اصغره هيجي او تقدرون تطولونه ماكو اي مشكله، وكلش حلو باللبس فشي مو طبيعي. هو هذا طوله الحقيقي، هيك هالطوله يوصل ركبتي طولي. شوفوا ايش قد حلو هالشيء، جنن كلش حلو. اخذوا لي سكرين اللي يعجبه ياخذ لي سكرين. هذا وزنه 268 غرام و760 تقريبا سم. سعره 22 مليون و40 الف واجوره فقط 2000 دينار على الغرام الواحد. عامر شرف يرزق الجميع يا ربي ويرزق كل أمة محمد. أرجع وأذكر عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. سعر الذهب اليوم 400، نبيع و385، نشتري من عندكم. وارجع واذكر انه كل الاغراض اللي انا قاعد اعرضها هنا هي فقط اجورها 2000 دينار على غرام الواحد. شوفوا لي هذا العقد، شوفوا لي هذا العقد، شوفوا جماله. طبعا هذا همتين يصير خناقي يعني على الركبه، كلش حلو وجماله مو طبيعي. شوفوا لي اياه، خلينا نشوف لكم وزنه وسعره. هذا وزنه 29 غرام و580 سنت، سعره مليونين و425 الف، مليونين و425 الف واجوره فقط 2000 دينار على الغرام الواحد. شوفوا باللبس، شوفوا كلش حلو باللبس. طبعا يقعد على الركبه يعني هيك شيء تلبيس عملك على الركبه خناقي. العقد اللي ديسل على العقد اللي انا لابسته، شوفوا لي هذا العقد، شوفوا عن قرب وخذوا له سكرين. وزنه 46 غرام و790 سنت، سعره 3 ملايين و835 الف. سعر العقد 3 ملايين و835 الف. صعدوا لنا البث، سووا لنا شير، لان الشغلات هنا راح طبعا تفوتكم، لان كل شوط او عرض ما يتكرر. 2000 دينار على غرام الواحد فقط، ويجوز فقط هذا اليوم او باشر العرض مستمر، يعني ما يستمر دائما، فانتوا استغلوا هاي الفرصه. وشوفوا لي هذا السوار. ابو عمر كم سعر العقد؟ قصدك العقد اللي انا لابسته لو اللي عرفته هسه؟ الان لابسته سعره 3 ملايين و835 الف واجوره 2000 دينار. شوفوا لي هذا السوار، شيء جنن. ام عبد الكريم المختار لابستها القلاده، ايش قد السعر؟ عمري هاي القلاده سعرها 3 ملايين العفو و835 الف. نشوف وزن هذا الاستوار وسعره اللي هو اجوره هماتين 2000 دينار على غرام. هذا الاستوار 3 ملايين و275 الف، 3 ملايين و275 الف. الاستوار الثاني على الاستوار سعره 4 ملايين و310، هذا الاستوار 4 ملايين و310.
هذا السوار اللي لابسته بايدك ان شاء الله من اتزوج اشتري ان شاء الله يا ربي. ربي ان شاء الله تتزوج والرزق يا ربي. انا حاسب تكاليف الزواج والترميم البيت 22 مليون. 22 مليون يعني اكو ناس تحسبها هاي تكاليف زواج وناس تحسبها انه تضم فلوس بي، يعني مو شرط انه تلبسه. شوفوا لي هذا هذا القلاده تايجر ايطالي، اجورها فقط 2000 دينار على الغرام الواحد. قد وزنها؟ وزنها 46 غرام و720، يعني سعرها 3 ملايين و830 الف. 3 ملايين اي 3 ملايين و830 الف. بيش تشترون المستورد؟ نشتري الذهب المستورد ب 385 الف. القلاده اللي وراك كبيره ايش قد سعرها؟ اللي قصدك هذا انا كذا سبيناه. هاي كرسي جابر، هذا وزنه 268.790 سنت، سعره 22 مليون و40 الف. خلينا نشوف باقي. لا 268 اللي ضمنته. اي شوفوا لي هذا العقد، سووا شير، صعدوا البث، لان صدق اذا ما شفتوا هاي البضاعه راح تفوتكم. شوفوا لي هذا، شوفوا العقد يجنن، هذا كلش حلو باللبس، فشي شيء خرافي. شوفوا لي كلش حلو. خلينا نشوف الوزن، وهذا همتين اجوره 2000 دينار، 30 غرام و840 سنت، سعره مليونين و530 الف. مليونين و530 الف هذا العقد. شوفوا لي ذوي البتوت، مثل ما قلت لكم او للي دخل جديد وما يعرف شنو الموضوع، هنا البث مختص فقط بالبضاعه اللي اجورها 2000 دينار على الغرام الواحد، وهذا عرض يعني مو مطول. شوفوا لي هاي البتوت، فشي روعه هاي البتوت، يعني والله العظيم بلاش 2000 دينار، 2000 دينار اجور مو سعرهم. هذول البتوت وزنهم 64 غرام، سعرهم 5 ملايين و255 الف. 5 ملايين و255 الف. ارجعوا اذكر بعنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. اجورنا اليوم فقط وبالبث هذا فقط 2000 دينار على الغرام الواحد. اي اكيد اليوم وباكر اجورنا 2000 دينار على الغرام الواحد، واكيد مو كل البضاعه، فقط البضاعه اللي دا اعرضها لكم. يعني خاف يجي احد ويقول انتم قلتوا بالبث قلتوا اجوركم 2000، لا فقط البضاعه اللي انا عرضتها حاليا. شوفوا لي ذوي البتوت، ذولي همتين 2000 دينار. خديجة هلا وحبيبتي منورة، الحمد لله اليوم حظيت بالبث، ده يختلف ويا وقتي، تابعتك من الدنمارك ام يارا، عمري انت يا شرف بيك على راسي حبيبتي، يعني حظك حلو اليوم لحقتي على البث. شوفوا لي ذوي البتوت، ذوي البتوت 68 غرام، 68 غرام و790 سنت، سعر البتوت 5 ملايين و640 الف. 5 ملايين و640 الف. نشوف هذا العقد، اليوم كل عقد على الرهبل. فاطمة علي حبيبتي فدوى القلب منورتنا عمري. شوفوا لي هذا العقد، شوفوا جماله شكد حلو، يعني صدق 2000 دينار ما راح تتعوض بعد. خلينا نشوف وزنه ونشوف سعره.
وزنه 40 غرام و 630 سنت، سعره 3,330,000، 3,330,000. نشوف هاي البلادة، صعدوا البث أكثر وأكثر على مود نشوف باقي البضاعة اللي عندنا اليوم. شوفوا لي هاي البلادة، شوفوا البلادة، فد شي مو طبيعي، كلش حلوة، وأكيد باللبس بعد أكثر تبين أحلى. بيش تشترون؟ نشتري المثقال ب 385 المثقال المستورد. هاي القلادة 31 غرام و 880 سنت، سعرها 1,615,000، 1,615,000. نوار الربيعي، ايش السعر اللي لابسته برقبتك حبي؟ عمري هذا العقد اللي لابسته سعره 3,835,000، اجوره فقط 2000 دينار على غرام. اما هذا السوار، بده يسالني على هذا السوار، هذا سعره 4,310، 4,310. احنا من السويد من لحق على العرب، يعني اللي بخارج العراق، طبعا اكيد احنا ما عندنا توصيل خارج العراق، بس اللي خارج العراق ويريد يطلب فشي يعني عنده احد هنا يوصل له البضاعة. وذولي التراتشي، قطرة من النداء، الكارتير اللي برقبتك ايش سعره؟ هذا الكارتير 3,835,000. اذا تحبون خذوا لي سكرين، شوفوا لي اياه، 3,835,000. ميرو، احنا من المانيا، اكو توصيل الى المانيا، نعتذر جدا ونعتذر من كل اللي يتابعونا خارج العراق، ما عندنا اي توصيل خارج العراق، اللي يطلب من خارج العراق فقط عنده احد هنا. شوفوا لي دول التراتشي، وهذا هذا القلاده مالتها، هاي القلاده، هاي التراتشي وهاي القلاده، دول اثنيناتهم اجورهم 2000 دينار على غرام. التراتشي 12 غرام و600، سعرهم 1,035,000 التراتشي، واجورهم 2000 دينار. حبي السبح الرجالي، ممكن تعرضين سعرهم؟ عمري كل السبح الرجالي الموجودة عندنا هي سعرهم 175,000 وتوصيلهم مجاني. والقلادة هاي هماتين اجورها 2000 دينار، وزنها 62 غرام و350، سعرها 5,115,000، 5,115,000. خلي اشوفكم باقي السيتات اللي اجورهم 2000. شوفوا لي هذا السيت اللي هو متكون من قلادة وسوار فقط، طبعا همتين اجورهم 2000 دينار، اجورهم 2000 دينار. اخذوا لهم سكرين، طبعا كل القطع اللي انا اعرضها اخذوا لها سكرين على مود انتم لا تحيرون بيها من تجون تسالون عليها. راح نشوف وزنهم اثنيناتهم وسعرهم. وزنهم 59 غرام و 870، سعرهم 4,910,000 اثنيناتهم. القلادة والسوار 4,910,000. هذا السوار شوفوا ايش قد حلو، طبعا تقدرون تاخذون السوار وحده او القلادة وحدها ماكو اي مشكله، وهماتين نحسب لكم اجور 2000 دينار عليهم. وشوفوا لي هذا السيت، هذا السيت كامل فقط محبس ما موجود به، قلاده
القلاده وذولي التراتشي ذولي التراتشي وذولي وهذا ذولي شنو هذا السوار بالزحمة ثبتون بتعليق سعر البيع والشراء لان دي يسألون ويردون تعليق مثبت على مود اللي يدخل يشوفه يعرف. هاي القلادة راح نشوف اوزانهم واسعارهم طبعا ذولي هماتين اجورهم 2000 دينار على غرام الواحد ومثل ما قلت لكم انه تقدرون تاخذون القلادة فقط او التراتشي فقط او السوار فقط واكيد هماتين راح نحسب لكم على كل قطعة اجورها 2000 دينار. بيش المثقال اليوم علي تميم المثقال 400 نبيع و 385 نشتري من عندكم. شوفوا لي دولي السوارات او دولي بتوت شوفوا لي هاي البتوت شوفوا جمالها كلش حلوة يعني بربكم هذا الجمال مو بلاش 2000 دينار اجورا شوفوا خلينا نشوف الوزن ونشوف السعر دول 58 غرام سعرهم 4,760,000 4,760,000 ارجع واذكر عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني الاجور بهذا البث فقط اجورنا 2000 دينار على كل الغراب اللي اني عرضتهم عندنا خدمه توصيل لكل محافظات العراق من الشمال الى الجنوب وسعر البيع اليوم نبيع بالعفو 400 المثقال ونشتري ب 385,000 شوفوا لي دولي البتوت شوفوا جمال التوت دولي هماتين اجورهم 2000 دينار شوفوا الجمال واللمعه كلش حلوه دولي 76 غرام و280 سعرهم 6,255,000 6,255,000 كنت توصيل كل محافظات العراق عندنا توصيل إلها وين ما تكونون داخل العراق يقدر يوصل لكم اكيد المندوب شوفوا لي هاي القلادة هاي القلادة الفرفشة كلش حلوة شوفوا جماله خلينا نشوف الوزن ونشوف السعر 39 غرام و 550 سنت 3,245,000 3,245,000 رضا حسين اكيد موجود شو اسمه عين جمانه موجود شوفوا لي دول السوارات شغلهم يجنن كلش حلوات دولي روعة فتشي جمال يجنن شوفوا جمالهم شمس خلف السحاب ست بيش السوار وبيبيتش شمس خلف السحاب حبيبتي شمس هذا السوار سعره 4,310,000 اجوره 2000 دينار تحبين تاخذي له سكرين 4,310,000 خلي نشوف دولي السوارات دولي السوارات وزنهم 14 غرام و 180 سنت سعرهم 1,165,000 1,165,000 واجورهم 2000 دينار اللي دي يسألني على العقد اللابسته هذا العقد وزنه 46 غرام و 790 سنت سعره 3,835,000 شوفوا لي هذا السوار الليرات
شوفوا الجمال كلش حلو هذا السوار. شوفوا هذا منه ينسد وباع هاي الليرة الميدالية تنزل من عنده كلش حلو. خلي اشوف لكم اياه. شوفوا شلون ميدالية منانه كلش حلو. هو هذا السوار وزنه 30 غرام و210 سعره مليونين و480 الف مليونين و480 الف واجوره 2000 دينار على الغرام الواحد. شوفوا لي هاي المحابس اللي البسها لكم مثل دائما اختي. بيش المثقال اليوم بدون زحمه عيون المثقال اليوم 400 نبيع و385 نشتري من عندكم. شوفوا لي هاي المحابس شوفوا جمالهم. اخذوا لهم سكرين. شوفوا هذا شيء مو طبيعي كلش حلو. هذا يعني واحد احلى من الثاني كلهم موديلات كلش حلوه. طبعا الذهب اللي انا دا عرضه كله خليجي تركي ايطالي ما عندنا اي شيء عراقي. ومثل ما اقول لكم دائما انه العراقي فقط نشتري من عندكم لكن ما نبيعه. خلي اشوف لكم محبس اول واحد 11 غرام و950 سنت سعره 980 الف واكيد اجوره 2000 دينار على الغرام الواحد. تمام هذا 980 الف. نشوف الثاني واحد اللي هو هذا. هذا وزنه 13 غرام و750. هذا ثاني واحد. هذا سعره مليون و130 الف مليون و130 الف. نشوف هذا الثالث. هذولي خلصنا منهم. شوفوا لي اياهم هسه. هذا الاول شوفوا لي اياه. هذا الأول واحد وزنه 10 غرامات و210 سعره 840 ألف. هذا 840 ألف. أما هذا الطوبة ما أعرف شنو والله ما أدري شنو. 5 غرامات و600. هذا سعره 4 ملايين و150 ألف. شوفوا شكلهم كلش حلو. طبعا هذا المحبس كلش حلو تقدرون ترهمون وياه اي شيء. مثلا قلاده هواي اكو قلايد هيك موديل وتراشي هيك موديل فكل شيء تقدرون ترهمون وياهم وكلش حلوات واسعارهم مناسبه لان اجورهم جدا قليله. خلي اشوفكم هذا المحبس. شوفوا لي هذا المحبس بس هيك. شوفوا لي شوفوا شقد حلو. مو طبيعي. هذا المحبس 9 غرامات و240 سنت سعره 760 الف 760 الف هذا المحبس واجوره اكيد 2000. مثل ما قلت لكم انه كل القطع اللي انا دا اعرضها هنا هي اجورها 2000 دينار على غرام الواحد. القلاده اللي لابستها شقد وزنها وسعرها؟ هاي القلاده وزنها 46 غرام و790 سنت سعرها 3 ملايين و835 الف واجورها 2000 دينار على غرام. شوفوا لي هذا المحبس. شوفوا الجمال كلش حلو. هذا وزنه 11 غرام و870 سنت سعر هذا المحبس 975 الف. اللحن العذب شنو 4 ملايين المحبس؟ لا انا ما قلت على محبس 4 ملايين. انا قلت يجوز اني مرات احكي اقول ارقام ما ادري بنفسي بس لا ما قايله على محبس 4 ملايين.
هذا المحبس 975,000. أقولك نمسك ليش الغريري وش قد يخلص عليه المثقال؟ يعني هسه اللي بهذا البث يخلص عليك المثقال ب410,000. هو أكيد كل قطعة وإجورها، مثلاً أكو إجور 6، أكو إجور هسه اللي أنا دا أعرضها إجور 2000، إجور 4، فكل قطعة حسب إجورها. مثلاً اللي أنا دا أعرضهم حالياً يخلص المثقال عليك ب410، يعني مثقال كامل هو اجوره 410 فقط اللي هنا داخل هذا البث. هنشوف ذول المحابس، شوفوا لي هذا المحبس، شوفوا جماله. طبعا كلهم شغلات مستورده، تركي خليجي ايطالي. شو وجع السنين 4 ملايين؟ شنو شو كل هذا تقول ب 4 ملايين؟ لعد يمكن صدق انا قايلته، والله صدق مرات انا اقول ارقام بدون ما ادري بنفسي. سروات قلت شيء قلتي بالغلط. صدق والله لا لا شكو بها خلي يجون يشتروا المحبس ب 4 ملايين. لا خطيه لا لا صدقوني حتى اذا قلتها حتى إذا قلتها فأني مدى أقصد على محبس، يجوز قلتها بالغلط بس مو المحبس ده. كل المحابس اللي عرضتها المحبس المدور خبلتينا بسعر المحبس المدور. كل المحابس اللي عرضتها ما يتعدون المليون، فإذا قلت 4 ملايين فأني غلطانة أني خربطت يمكن. هذا المحبس اللي صارت عليه مشكلة لا مستحيل 4 ملايين. إذا هذا فهذا صدقاني قايله ب 4 ملايين يا أول مش دعوة. ها أي صحيح 460,000، فأني ما طول 400 بالموضوع يعني أكيد قايله 4 ملايين. لا 460,000، لا ما معقولة معرضة محبس يتعدى المليون. كلها تقول ايه قلتي المحبس بتطور 4 ملايين انه هو انه باخف وزن بالاوزان. يلا اوكي خل نسوي عليه مزاد. يلا هسه هذا مزاد علني، احنا ست ولا امطت بيه 4 ملايين، انتم مش قد تدفعون. محبه الرحمن تقول ابو الطوبه 4 ملايين، يعني تاخذي 4 ملايين. سوي عليه مزاد، مين يزود؟ والله ولا ادري. هسه تاكدت انه انا اقول ارقام بدون ما ادري بنفسي. لا هذا انا كل المحابس اللي عرضتها، يعني ليش تسوي كل المحابس اللي عرضتها ما يتعدون المليون، فاني غلطانه يا معودين والله. 500 هسه سويتها 500 460,000. هذا المحبس وزنه 5 غرامات و600، 460 اللي هذا عفوا المحبس يخلي الواحد يخربط. عفوا هسه نجي على هذا المحبس وانتبهوا لي اني الرقم راح اقوله. لا يمكن لازم ننهي البث يعني الملايين دام تطفي. هذا 8 غرامات و440 سعره 695. 600 انتبهوا انا قلت 695، هذا قلت سعره اي قلت؟ لا والله مو هذا، والله منتبه انا ايش اقول هسه. علي نعيم حبيب قلبي، علي نعيم حبيبي مشتاق لك جدا، تحياتي وسلامي. شوفوا لي هذا المحبس، علي نعيم يسأل علي. بكم الخواتم؟ انا انطيتكم كل محبس وسعره، من ضمنهم المحبس ابو 4 ملايين. شوفوا لي هذا المحبس محبة الرحمن، اي عرفته عرفت ابو الطوبة بالاربع ملايين. شوفوا لي هذا المحبس، هذا 9 غرامات و990. شوفوا لي هذا المحبس، هذا 820,000. هذا المحبس 820,000. هو المحبس كان 4 ملايين و600؟ ايش راح يخلصني يابا؟ انا قلت 4 ملايين والله اعترف. احنا ما ندري مصطفى. شوفوا لي هذا، هاي تراتشي، محبة الرحمن ألف مرة قلت لي أبو الطوبة، ده حسيت جت عايريني والله عرفته.
شو بالنسبه للملايين تريدين تحفرين الزبائن؟ انا ايش مدري اني شوفوا لي ذول التراتشي. والله انا ما عندي مشكله اذا يجي زبون يشتري ب 4 ملايين. لا ما حد يشتري ب 4 ملايين. ما عندي مشكله. هو انا بس قلت منه ويشتروا بس قلت صارت عليه ضجه. ذول التراتشي 870 الف من 170 الف. ايش قد سعر مروه؟ ايش قد سعر القلاده اللي لابستها يا حبيبتي؟ سعر القلاده اللي لابستها 3,835,000. 3,835,000. علاء وسام السومري ايش قد التوصيل؟ طبعا توصيل داخل بغداد 5,000، اما يعني المحافظات فهو 10,000 دينار. دكتوره ما قلت تعبتوها خفان تغديها زين. محبة الرحمن عرفنا انت غلطي بس حبينا لاطفك عمري انت حبيبتي. ايش قد سعر البيع وسعر الشراء؟ نبيع ب 400 المثقال ونشتري ب 385,000. شوفوا لي ذولي البتوت. شوفوا ذول البتوت. عمران ولارا الحلقة اللي مكتوب عليها معا إلى الأبد ايش قد سعرها؟ صدق ذكروني بيها وينها؟ قد تعهدنا على السير معي يمكن نقارن شوية يعني بال 400 هسه نشوفها. شوفوا ذول بتوت طبعا ذولي طبعا انتم سألتوا على شغلة خارج ال 2000 دينار انا قلت لكم راح اعرض لكم بس 2000 دينار 67 غرام ذول البتوت و 850 سعرهم 5,565,000 5,565,000. شوفوا لي هذا السواق شوفوا الجمال والنزاكة مو مال 2000 دينار بس لا بس تستاهلون 2000 دينار. حيدر غسان وين مكانكم؟ عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني. هذا السوار وزنه 32 غرام و180 سنت. سعر هذا السوار 1,640,000 1,640,000. شوفوا لي هاي القلادة شوفوا جمالها كلش حلوة. هاي هم ماتين اجورها 2000 دينار على غرام. وزنها 28 غرام و720 سنت. سعرها 1,355,000 1,355,000. صفا محمد السوارات اللي بايدك بيش؟ ذولي السوارات شوفوا ليهم ذولي وزنهم 70 غرام و330 سنت 70 غرام و330 سنت سعرهم 5,770,000. شوفوا لي هاي هذا السوار هذا السوار سعره 4,010,000 هالمرة يعني حقيقي 4 ملايين هذا 4,010,000. انجي حبيبتي فدوى لقلبش انت اللي منورتنا. القلادة اللي لابستها ايش قد سعرها؟ سعر القلادة 3,835,000 3,835,000. خلي نشوف الباقيات. شوفوا لي هذا المحبس وهذا المحبس. محمد قطان هل يوجد شحن الى تركيا؟ نعتذر جدا. طبعا هواي احنا عندنا متابعين خارج العراق فيسألون انه عندكم توصيل فجدا نعتذر من عندكم. يعني اللي يريد توصيله هو خارج العراق فقط اذا عنده احد يعرفه هنا داخل العراق فيوصله فقط بهاي الطريقة. بس طويل.
علي النور بوجودك اشكرك انتوا اللي منورينه. شوفوا لي دول المحابس، شوفوا هذا المحبس. شوفوا هذا او شوفوا هذا. هذا الاول، هذا جديد، لا شو اسمه قطع، خلي نشوفه. هذا 380,000، 380,000. شوفوا هذا المحبس. اليوم بيش المثقال، اليوم نبيع ب 400 ونشتري ب 385. هذا 5 غرامات ب 650 سنت، سعره 465، 465,000. شوفوا لي دولي الملاوي. شوفوا دولي الملاوي جمالهم مو طبيعي، كلش حلوات. خلي نشوف الوزن ونشوف السعر. وزنهم 36 غرام و 660 سنت، سعرهم 3,500,000 دينار. دولي 3,500,000 دينار واجورهم 2000 دينار على الغرام الواحد. شوفوا لي هذا المحبس. جماله كلش حلو. هذا وزنه 8 غرامات و 900، سعره 730,000، 730,000. وشوفوا لي دولي التراتشي، خلي افتحهم. جمال كلش حلوات وناسكات. دولي 8 غرامات و 870، سعرهم 730,000، 730,000. وشوفوا لي هذا السوار. شوفوا الجمال فتشي روعة. هسه دول اللي عرضتهم لكم اني كلهم اجورهم 2000 دينار. طبعا اتمنى تكونون ماخذين لهم سكرين على مود من تجون تسالون عليهم، يعني ما تدوخون بيهم. هذا السوار 1,300,000، 1,300,000. شوفوا دول البتوت، دول فقط 3 وهماتين اجورهم 30، وزنهم 38 غرام و 300، سعرهم 3,140,000. اجورهم 30؟ انا شبيه اليوم؟ صدق قلت اجورهم 30؟ لا مو انت تقولين يعني هم هماتين اجورهم متوعين على الوزن كانك لا بيا شي اليوم انا بعد. ذولي 3,140,000. شكلي داش فصل بالسعر. هذا 20 غرام، خلي انتبه هاني دا اقول صح، 20 غرام، 20 غرام و 270 سنت، وسعره 1,665,000، 1,665,000. هذا السوار. وهذا السوار شوفوا لي، طبعا دول يعني اشكالهم مقاربه. بيش الذهب اليوم؟ اليوم نبيع ب 400 المثقال ونشتري ب 385,000 المثقال.
هذا السوار 27 غرام و 470، سعره مليونين و 255 ألف، مليونين و 255 ألف. طبعا راح ارجع اعيد لكم السيتات الذني بشكل سريع لان يجوز اكو منكم ما يعني ما لحق عليهم او تردون تاخذون لهم سكرين، فراح اعيدهم لكم بشكل سريع. وذولي فقط السيتات اللي قاعد اعرضهم اجورهم 2000 دينار. الجلادة 98 غرام و 360، يعني وزن السيت 131 و 390 ملي جرام. تمام. ايش قد سعره؟ 30 غرام و 390، سعره 10 ملايين و 775 واجوره 2000 دينار. سمعتوا؟ 10 ملايين هذا السيت، 10 ملايين و 775 الف اجوره 2000 دينار على الغرام الواحد. اخذوا له سكرين. وزنه 131 غرام و 390 ملي جرام وسعره 10 ملايين و 775. سيف باسم، ايش قد سعر هذا السوار؟ اي سوار منهم اللي انا لابسته؟ هذا اللي لابسته 4 ملايين و 310. خليني اشوفكم السيت الثاني. سيت وين سواره؟ والله ما ادري وين وديت السواره، بس المهم اخذوا لي سكرين. وهذا سواره اي. هذا السيت وزن القلاده 49 غرام و 200 سنت. السوار 10 و 590. وزنه الكلي 59 غرام و 790 وسعره 4 ملايين و 900. 4 ملايين و 900 هذا السيت اللي هو قلاده وسوار، وفقط اجوره 2000 دينار على الغرام. موجود تراتشي وياه ايضا، بس ما جبتها يعني جبرتها، ايضا موجود تراتشي وياه. وهذا السيت هماتين هو والتراتشي مالته، والتراتشي مالته هماتين ما ادري وين وديتهم لان قبل شوي عرضتهم لكم. عرضت هذا المحبس قطيه الزبائن. عرضته والله بس. ايش قد سعره؟ هذا 4 ملايين. هم حفظوا سعره بعد. بس خليني اطلب السعر اللي بعده. التراتشي ها لقيتهم؟ وزن التراتشي 12 غرام و 600 زائد. انا دا اقصد الاجور 2000 دينار. وزن القلادة 62 غرام و 350. اوكي، وزن التخم كله يعني التراتشي دولي التراتشي مالتي 74 غرام و 950. ايش قد وزنهم؟ 74 غرام و 950. تمام. وسعرهم 6 ملايين و 145، 6 ملايين و 145 الف واجور 2000 دينار فقط. اخذوا لي السكرين. هسه الشغلات اللي اني لابستهم ونقول لكم مع السلامه لان انتهى وقت البث، وعرضنا لكم البضاعه اللي اجورها 2000 دينار فقط. هسه العقد اللي اني لابسته وزنه 46 غرام و 790 سنت، سعره 3 ملايين و 835. هذا العقد 3 ملايين و 835 الف. اما هاي البتوت، هاي البتوت وزنها 70 غرام و 330 سنت، سعرهم 5 ملايين و 770 ألف، 5 ملايين و 770 ألف. أما هذا السوار، شوفوا لي هذا السوار، هذا وزنه 52 غرام، هذا السوار 52 غرام و 570، سعره 4 ملايين و 310. وكل ذول الشغلات اللي شفتوهم انتم اليوم وكل الشغلات اللي انا لابستهم هم اجورهم 2000 دينار فقط على الغرام. طبعا والكرسي جابر هذا هم 2000 دينار من ضمن البضاعه اللي عرضتها اليوم، هم اجوره 2000 دينار على الغرام الواحد، وزنه 268 غرام وسعره 22 مليون و40 الف. هذا كرسي جابر 22 مليون و40 الف. طبعا اكيد اللي هنا خلص وقت البيت، ونقولكم مع السلامه ونشوفكم على خير ومحبه وسلام يا ربي، وربي يرزقكم ويرزق الجميع ان شاء الله. تحياتنا لكم.